ما سألتش نفسك قبل كده ازاي بترتب النباتات اوراقها بالطريقة دي؟ وده عشان تزود التعرض لأشعة الشمس وبالتالي تقوم بعملية البناء الضوئي. او ازاي البتلات بتتكون في الزهور بالشكل الهندسي الانسيابي ده؟ او ازاي مثلا بتستهلك النباتات الطاقة المخزنة على شكل نشا بالطريقة المناسبة عشان تستمر طول الليل؟ الاجابة الرياضيات، وده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. انا مصطفى محمد ودي حلقة جديدة من برنامج كازابلانكا. وكأن يعني قدرة النبات على صناعة الغذاء من الضوء ما كانتش مدهشة بالقدر الكافي، حتى تم اكتشاف مهارة متطورة أخرى من ذخيرة المهارات النباتية، وهي القدرة على تنفيذ عمليات القسمة الحسابية على الأقل على المستوى الجزئي. وبتوضح النماذج اللي اتعملت بالكمبيوتر واللي نشرت في مجلة إيلايف ازاي النباتات بتستخدم الرياضة الجزيئية لتنظيم معدل استهلاك مخزون الطاقة اللي بيبقى على صورة نشا عشان تقدر توفر الطاقة طول الليل. يعني النباتات بتقدر تخلي الطاقة اللي انتجتها طول النهار تدوم لحد الفجر. طب ازاي الكلام ده؟ كلنا عارفين ان النباتات بتستخدم اشعة الشمس عشان تقوم بعملية البناء الضوئي، وده عشان تقدر تكون الغذاء المناسب ليها، ومع غياب الشمس وبداية الليل ما بتقدرش طبعا تقوم بعملية البناء الضوئي، ولكن عندها قدرة حسابية بتخليها تقدر تخزن الطاقة اللي هي على شكل نشا عشان تستهلكها اثناء الليل. بس الدقة مش هنا، الدقة في انها بتقدر تحسب فترة الليل قد ايه عشان تقوم بتحليل النشا بمعدل يخلي الطاقة دي ما تخلصي الا مع اول ضوء شمس عشان تقدر تقوم بعملية البناء الضوئي تاني وتكون الغذاء. والفترة مش بعيدة كان بيظن الباحثون ان النباتات بتقوم بتحليل النشا بمعدل ثابت اثناء الليل، لكن لاحظوا بعد كده ان النبات المعروف باسم اربيدو باشاس، وده نبات بيفضل الباحثين استخدامه في التجارب المعملية، عرضوا النبات لفترة ضوء اطول لمرة، وفي مرة تانية عرضوه لفترة ضوء اقل، وفي كل مرة لاحظوا ان النبات بيقدر يعيد حساب فترة الليل في كل مرة، وبالتالي يقدر يعيد حساب معدل تحليل النشا لو تعرض لظلام الليل لفترة كانت طويلة او قصيرة. وكان ده بالنسبة لإليسون سميث ومارتن هاورد من مركز جون إنيز في نوريتش بالمملكة المتحدة، بيشير لوجود حسابات اكثر تعقيدا، لذلك افترضوا وجود جزئين في النبات، واحد فيهم بيكشف للنبات الكمية المتبقية من النشا وسموه بالرمز S، والتاني بيقول للنبات الوقت المتبقي حتى طلوع الفجر وسموه بالرمز T. وعملوا شوية نماذج رياضية بتوضح ان تفاعل هذه الجزيئات يمكنها فعلا انها تتحكم في معدل تحلل النشا، بحيث انه بيعكس عملية حسابية متواصلة لحاصل قسمة القيمة المتبقية من النشا على مدة الوقت المتبقي حتى طلوع الفجر. يعني بكل بساطة النبات بيقوم بعملية قسمة حسابية بيقسم فيها الكمية اللي موجودة عنده من النشا على الوقت المتبقي من اول الليل حتى طلوع الفجر عشان يقدر يأقلم نفسه على كمية النشا اللي موجودة في النبات. والقدرة المدهشة للنبات في استخدام الرياضيات مش بس في حساب معدل تحليل النشا، لا ده في حاجة تانية اكثر غرابة بتسمى بمتتالية فيبوناتشي او الفيبوناتشي نمبرز، نسبة الى عالم الرياضيات الايطالي ليوناردو فيبوناتشي. والمتتالية ديت بيساوي فيها الحد مجموع الحدين السابقين، وحدود متتالية فيبوناتشي بتتكون من 1 2 3 5 8 الى اخره، وقد تبدو الاعداد دي عشوائية لكنها جزء من متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة ارقام اتطورت من القرن ال13، بتبدأ من 1 1 وبعد كده بتجمع الحدين يديك 2، تجمع 2 1 يديك 3، 3 و2 يديك 5، 5 و3 يديك 8 وهكذا. الغريب في الامر ان المتتالية دي بتظهر في النباتات بشكل واضح وغريب جدا، وخصوصا في عدد البتلات اللي بتتكون منها الازهار. هنلاقي في زهور بتتكون من بتلة واحدة، وفي زهور بتتكون من بتلتين، وفي زهور بتتكون من 3، وفي زهور بتتكون من 5، وفي زهور بتتكون من 8، وفي زهور بتتكون من 13 الى اخره. وعلى سبيل المثال لو بصيت لمخروط الصنوبر في الغالب هتشوف اشكال حلزونية، لو عديت الاشكال دي في اتجاه عقارب الساعة هتطلع رقم من ارقام فيبوناتشي، ولو عديتها في الاتجاه الاخر هتطلع برضو رقم من ارقام فيبوناتشي. ونفس الكلام بينطبق على البذور اللي موجودة في رأس ظهر الدوار الشمس، بتتكون من مجموعتين من الاشكال الحلزونية، لو عديت الاشكال دي في اي اتجاه سواء مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة هتطلع لك برضو ارقام من ارقام فيبوناتشي. ومع وجود بعض النظريات اللي بتفسر الرابط بين النبات وفيبوناتشي، الا انها ما زالت بتفرض بعض الاسئلة المحيرة. هل تعرف النباتات الرياضيات؟ الاجابة لا، لان هي اصلا مش محتاجة تعرف الرياضيات. وبطريقة هندسية ما هي النبات آلة صغيرة تنشئ متتالية فيبوناتشي
في حالات كتير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو عجبتكم الحلقة وعايزيننا نكمل يعني دعمونا بقى بلايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تنزلوا وتاخدوا لفة في المصادر. ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية.